مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج من طهران، والتي تأتيكم من وزارة الداخلية الإيرانية. ضيفي وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار. محاور هذه الحلقة أولا فيما يتعلق بالاتفاق الأمني الذي من المتوقع أنه سيكون بين إيران وقطر، وأيضا كانت هناك اتفاقات أمنية مع بعض البلدان المجاورة، بلدان منطقة الخليج الفارسي، وأيضا ملابسات اعتقال عبد الملك ريجي، وفي الختام أيضا الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالحدود، خاصة حدودها مع العراق وأفغانستان وباكستان. معالي الوزير، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج من طهران. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، مع فاصل قصير وبعدها نتابع حوارنا مع معالي وزير الداخلية الإيراني المهندس مصطفى محمد نجار. ثمرة جديدة تعزز العلاقات الإيرانية القطرية، توقيع اتفاقية للتعاون الأمني المشترك تشمل حماية الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة وجرائم التزوير وغسيل الأموال. رسالة أخرى للتعاون بين إيران ودول المنطقة تأمل طهران في تعزيزها مع كل دول الجوار. إن الرسالة التي توجهها إيران وقطر لدول المنطقة هو أنهما ترغبان في تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار فيها، وفي ظل ذلك تحقيق الرفاه والازدهار الاقتصادي لشعوبها. تجمع إيران وقطر نحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية. تواصل وصداقة دفع البلدين إلى وصف هذه العلاقة بالنموذجية. من هذا المنطلق أعرب وزير الداخلية الإيراني عن استعداد بلاده للدخول في منظومة أمنية تشمل كل دول المنطقة، وترى طهران أن تعزيز هذا التكامل يمكن تحقيقه بالنظر إلى الأرضية الجيدة التي تربط إيران بجيرانها في الخليج الفارسي، حيث سبق أن وقعت طهران عدة اتفاقيات مماثلة مع كل من العراق وعمان والكويت وتركيا وسوريا والسعودية، وهناك استعداد حاليا للتوقيع على اتفاقية مماثلة مع باكستان. تنظر إيران إلى تعاونها مع قطر وكل دول الخليج الفارسي على أنه صمام أمان ضد الأطماع الخارجية في المنطقة المهددة بمؤامرات التفكك، وهناك قراءات عديدة محايدة تجمع على أن لإيران إمكانات ضخمة يمكن أن تزيد من تحصين دول الجوار، وتضيف القراءات أن أشكال التحديات الأمنية تغيرت بشكل جذري خلال السنوات الأخيرة. سياسيا، ترى إيران دفاعها عن حقوقها المشروعة في اكتساب التقنية النووية السلمية دفاعا ضمنيا عن حقوق المنطقة بأسرها، وربما تفهم عدة دول عمق الرسالة لضرورة تعزيز التعاون في ظل تحرك غربي وأمريكي حاول خلال أيام فقط خلق هوة بين إيران وجيرانها. أي دعوة ستلقى آذانا صاغية؟ دعوة إيران التي هي جار وتاريخها لم يذكر أي حادثة اعتداء واحدة، أم تلك القادمة من وراء البحار؟ لبرنامج من طهران، رضوان الحمروني، العالم. أهلا بكم من جديد. معالي الوزير، أبدأ معك مباشرة فيما يتعلق بالاتفاقات الأمنية. هناك اتفاقات أمنية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين البلدان المجاورة، بلدان منطقة الخليج الفارسي. الاتفاق الأمني بينكم وبين الجانب القطري، معالم هذا الاتفاق، مجالات هذا الاتفاق، وكيف سنلمس أثر هذا الاتفاق على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيران وقطر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيران وقطر دولتان جارتان بينهما حدود مائية مشتركة، وأيضا يواجهان تحديات مشتركة. هناك مصالح مشتركة بحكم الجوار في مياه الخليج الفارسي، وأيضا التحديات المشتركة التي تستوجب أن يكون هناك تعاون أمني بين البلدين. وطبعا ونحن خلال هذا الاتفاق الأمني الذي قمنا بإبرامه وتوقيعه
بيني وبين النظيري القطري. تشتمل هذه الاتفاقية على موضوع مكافحة تهريب الإنسان ومكافحة المخدرات وأيضا الجريمة المنظمة وما إلى ذلك التي تدخل في الإطار الأمني. وطبعا أربعة من محافظي المناطق الجنوبية كانوا يرافقونني خلال هذه الزيارة، والسبب في هذه التركيبة هو توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. طبعا هناك مواهب وهناك كفاءات في هذه المحافظات الأربعة الجنوبية في إيران يمكن ربطها بالإمكانيات النظيرة على في قطر، وأجرينا اتصالات مع رجال الأعمال طبعا القطريين والإيرانيين، وأيضا هناك خطط لتوفير التسهيلات فيما يتعلق بتأشيرات المرور، وأيضا إذا كانت هناك من مشاكل تخص الرعاية الإيرانيين أيضا سوف نبحث، بحثناها طبعا في هذه الزيارة. على أي حال نحن عملنا ونعمل من أجل رفع مستوى التعاون بيننا، العلاقات من الناحية السياسية في نمو مضطرد. أمير قطر زار طهران أربع مرات والتقى بالرئيس أحمد الجاد الذي هو أيضا قام بأربع زيارات إلى قطر، وبحثنا قضايا فيما يتعلق بالشرق الأوسط والقضايا الإقليمية وبشكل خاص الموضوع اللبناني وحوادث غزة، العدوان الإسرائيلي على غزة. هناك اجتماعات عديدة عقدت على هامش الاجتماعات الدولية التي حضرها جانبان. من الناحية الأمنية العلاقات بيننا جيدة وتمخضت عن توقيع اتفاقية أمنية، ومن الناحية الاقتصادية أيضا هناك محادثات مشتركة وشكلنا لجان اقتصادية مشتركة، وطبعا نحن نتقدم بصورة متناسبة.